يلتحق رئيس الجمعية الولائية للمتبرعين بالدم مسؤول مصلحة الدم بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لولاية عين صالح باكرا بمقر عمله للإشراف اليومي على تسيير المصلحة واستقبال المتبرعين المتطوعين من بينهم قدماء الجيش الوطني الشعبي. يعني في هذا الأسبوع قعدنا حملة بالنسبة لمنظمة قدماء الجيش الوطني الشعبي اللي حضروا بقوة وأدوا دورهم. بفضل جهود الجمعية وإقبال المواطنين بالولاية على التبرع بالدم، بنك الدم على مستوى القطاع الصحي عين صالح في وضع مريح. من العمل في الميدان أن نقرب أكبر يعني قدر من المتبرعين، من رواد المساجد، الجمعيات، المجتمع المحلي، المنظمات، وأيضا كل أحياء عين صالح على مستوى كل بلدية فقار الزوائن غير عين صالح، حتى نحصلوا على عدد كبير، رغم أننا نحسوا باللي منذ نشاط الجمعية نحسوا بأريحية. يعني توسيع رقعة التحسيس والتوعية بأهمية التبرع بالدم تمس هذه المرة رواد المساجد بالتنسيق مع المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف تحسبا لشهر رمضان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على مثل هذه الأشياء ويقول من استطاع منكم أن يدفع أخاه فليفعل. وفي هذه أكيد أن هذه العملية هي أحيانا تكون من الأمور الواجبة شرعا، لأنها تتعلق بإنقاذ حياة المتضررين. وانت انت اللي نحيت الدم ينفعك، نفس شوية، نفس. الله يجازيكم خير والله يعاون هالوليات اللي راهم قايمين على هالشيء. الجمعية الولائية للمتبرعين بالدم بعد سنة من تأسيسها كسبت ثقة المتبرعين الحاملين للزمر النادرة من أجل التواصل عند الضرورة.